الكرام، إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، يقدم عليكم أفورك يوهنس. يزور الرئيس الإريتري سياس أفورك البلاد، حيث وصل صباح أمس اليوم إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام. ولدى وصوله إلى مطار جمة أبا جفار، استقبله رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وعددا من المسؤولين الحكوميين. ويضم الوفد الرئاسي الإريتري وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح والمستشار الرئاسي يماني جبرعب بحسب وزارة الإعلام الإريترية. وقام وفد الإريتري بزيارة مركز الأبحاث والدراسات في جامعة جمة ومزارع البن بولاية أوروميا، كما زار الوفد صدق الجلجبي 3 وكويشا لتوليد الطاقة الكهرومائية والبحيرة الاصطناعية التي تم بناؤها في المنطقة. كما كان الرئيسين سيجريان مشاورات مكثفة حول تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي. ويذكر أن رئيس الوزراء أبي أحمد قد قام بزيارة رسمية مماثلة لإريتريا في شهر أغسطس الماضي. وفي خبر مماثل، قام رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد والرئيس الإريتري سياس أفورك بعد ظهر اليوم الثلاثاء بزيارة سد النهضة الإثيوبي الكبير. وقبل زيارتهما لسد النهضة، زار الزعيمان أيضا سد كويشا للطاقة الكهرومائية الذي هو غيد الإنشاء على نهر أومو. وفقا لوزارة المياه والري والطاقة، فقد تم إنجاز 39% من سد النهضة. من المتوقع أن يبدأ السد في توليد الطاقة باستخدام توربينين السنة المالية الإثيوبية 2021. رفعت إثيوبيا من ميزانيتها الصحية بنسبة 64% لهذا العام بهدف مواجهة فيروس كورونا وتوفير المزيد من المعدات والمرافق والموظفين لهذا الغرض، حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء نقلا عن رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد. قال الدكتور أبي أحمد في مؤتمر FT أفريقيا 2020 إن العديد من البلدان الأفريقية لا تعطي القطاع الصحي أولوية واهتمام، ولقد كشف وباء كورونا عن هذا الإهمال. وأشار إلى أن الإنفاق الإضافي جعل قطاع الصحة رابع أكبر قطاع من حيث مخصصات الميزانية في البلاد. وأظهرت ميزانية الحكومة أنها تم تخصيص 18.7 مليار برن إثيوبي للقطاع خلال السنة المالية الماضية الحالية. وحث رئيس الوزراء في مؤتمر الدول والحكومات في المنطقة على أن يحذو حذو إثيوبيا على التخفيف من آثار تغيير المناخ من خلال زراعة الأشجار والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. أطلعت وزارة الخارجية اليوم السفراء المقيمين والسلك الدبلوماسي في أديس أبابا على القضايا الوطنية الراهنة، وركزت الإحاطة بشكل أساسي على الانتخابات العامة 6 المؤجلة في إثيوبيا والموضع الحالي المتعلق بكوفيد-19 والانتخابات الإقليمية غير الدستورية التي جرت في ولاية تيغراي. وقال المسؤولون الإثيوبيين للدبلوماسيين إن إثيوبيا أجلت الانتخابات بسبب جائحة كوفيد-19 من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الدستورية اللازمة. ومع ذلك أجرت ولاية تيغراي انتخابات إقليمية في انتهاك صارخ للدستور، حيث أصدر مجلس الاتحاد قراراً اعتبر الانتخابات غير دستورية وغير مقبولة. وقال السفير دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الإيضاحات كانت ضرورية لتوضيح الأوضاع الراهنة في البلاد. قال وزير الدفاع كانا ياديتا إن قوات الدفاع في وضع يمكنها من تنفيذ مهمتها بكفاءة في أي موقف كان أو في أي مكان. صرح بذلك في مؤتمر صحفي حول أداء الربع الأول من السنة المالية الإثيوبية، وأوضح أن الجيش يؤدي مسؤوليته الدستورية بشكل سياسي ومستقل. على وجه الخصوص يقوم الجيش بتنفيذ استراتيجية دفاعية جديدة من خلال بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الدبلوماسية العسكرية وإنشاء نظام قوي لإدارة الأصول والمالية. وقال إن الجيش حقق مهمة عسكرية مختلفة في الربع الأول من السنة المالية من خلال توفير مدخلات مهمة للجيش والعمل بالتنسيق مع القوات الأمنية الفيدرالية.
وقال أيضا أنه يكتسب قبولا محليا ودوليا نظرا لأنه أظهر الدعم العام في الممارسة العملية. أجرت نائبة عمدة مدينة أديس أبابا دانا تشابيبي مناقشات مع عثمان ديون المدير القطري للبنك الدولي في إثيوبيا، وناقش الجانبان برامج البنك الدولي الحالي واستكشف مجال التعاون المحتمل لجعل أديس أبابا مدينة أكثر إنتاجية وحيوية وشمولية. وقال ديوان إن البنك الدولي ملتزم بدعم أنشطة التنمية في المدينة بما في ذلك في مجالات المياه والشرب والإسكان والنقل وإدارة الأراضي وخلق فرص العمل. التقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني ويل